مرحبا أعزائي الطلبة، نعود إليكم في هذا المقطع بعد أن أكملنا الشرح النظري لموضوع العزم المزدوج الكبل في المقطع ST008. الآن نبدأ في المقطع ST009 واللي راح نحل به مسائل رياضية كتطبيق رياضي على الشرح النظري اللي يخص العزم المزدوج أو الكبل. لاحظ هذا المثال اللي هو مثال 2/7. المثال إذا تقرأه يقول The rigid structural member is subjected to a couple consisting of the two 100 newton forces. يقول هذا الهيكل أو الشكل الجاسئ اللي تلاحظه هو عبارة عن متوازي مستطيلات كبير ومتوازي مستطيلات صغير، هذا الواحد ملحوم بالثاني، وهذا شكل جاسئ غير قابل للتشوه بكثير هذه القوى. تلاحظ انه هذا الجسم الامامك مسلط عليه قوتين باسفله في قاعدته، هذه القوة 100 نيوتن وقوة معاكسة لها وموازية لها قيمتها ايضا 100 نيوتن، هذين القوتين متوازيتين متعاكستين متساويتين لا تقعان على الخط فعلا واحد، ينطبق عليهن شو ينطبق عليهن؟ ينطبق عليهن شرط الكبل العزم المزدوج، يعني مثلا عزم مزدوج. شوف المطلوب بالسؤال حاليا، طبعا الابعاد موجوده تلاحظ، شوف هاي الابعاد كلها موجوده. شو يريد بالسؤال؟ يقول ريبليس ذا كبل، استبدل العزم المزدوج باي ان اكويفالنت كبل، بعزم مزدوج مكافئ consisting of يتكون من of the two forces P and minus B، يتكون من القوتين P و minus B each of which كل واحدة منهما has a magnitude لها مقدار of 400 نيوتن 400 نيوتن، كل واحدة من ال P أو ال minus B قيمتها 400 نيوتن. Determine the proper angle theta. احسب زاوية ثيتا المناسبة لهذه الفرضية. ثيتا. ميلان البي. زاوية ميلان البي. واضح؟ يعني يقول لك قل لهذا الكبل اللي هو 100 في 100 بتلاحظ؟ 100 نيوتن في 100 مليمتر. شيله من القاعدة مال هذا الهيكل. وخليه من السطح الأسفل لهذا الهيكل ونقله إلى السطح الأعلى على أن يكون 400 × 400 مائلة بزاوية ثيتا، والضلع مال المربع للسطح الوجه الأعلى هو 40 مليمتر. أنقل هذا العزم الأسفل إلى عزم مكافئ إلى الأعلى. خلني نفهم السؤال. باحث هذا الشكل الأمام، إذا أنا لزمت هذا من الأسفل من قاعدة الأسفل وفريته دورته، الوجه ماله ما راح يفتر؟ طبعا راح يفتر لأنه هذا ملحوم على هذا، راح يفتر بنفس الزاوية الدوران بنفس اتجاه الدوران وبنفس عزم الدوران. يعني العزم الدوران الناتج من المية هاي من القوتين 100 × 100 يساوي عزم المزدوج بين القوتين P و minus P. هذا أهم نقطة بالسؤال. واضح؟ مفهوم؟ لأنه عبارة عن هيكل واحد. واضح؟ وجاسئ وغير قابل للتشوه، يعني ما ينلوي على بعضه. مفهوم؟ زين. هسه احل، هسه افتهمت، هسه خلي احل. The original couple يعني الكبل الاصلي اللي جوه كونتر كلوك وايز اتجاهه عكس عقرب الساعه مبين. اذا تطبق قاعده اليد اليمنى راح تلاحظ انه قوه متجهه بهذا الاتجاه والقوه الثانيه متجهه فيعطيك دوران بعكس عقرب الساعه. When the plane of the forces is viewed from above and its magnitude is
طبعا. واذا لاحظنا البلين العلوي للوجه الاعلى، هنا موضح امامك، شوفه بهذا الشكل. اذا تنظر من الاعلى راح تشوفه بي بزاويه ماينس بي بزاويه او مو، والمسافه العموديه او الضلع، وليس المسافه العموديه من خطي فعل قوتين بي، انما الضلع لهذا المربع هو 40 ملم. واضح؟ هسه خلي اطلع العزم الجوي، العزم الاسفل كبلت في قاعدة السفلى الوجه الاسفل. شو يقول العزم؟ قانون الاف دي، هو هذا ام يساوي اف دي. فاخذ وحده من ذني الكبلز 100 في الدي، المسافه العموديه بين خطي فعلين القوتين المتوازيتين، قد هو المسافه العموديه؟ 100. فاقول 100 نيوتن في 100 ملم، اقسمها على الالف تصير 0.1 متر حتى تصير بالمتر، فصارت 10 نيوتن متر. ما معنى انه هذا العزم هو نفس العزم على السطح على الوجه الاعلى؟ يعني العزم الناتج من بي وماينس بي، العزم المزدوج مال البي والماينس بي هذا الفوق، هو نفسه ال 10 نيوتن متر مال العزم اللي بالاسفل، نفسه. فراح انتقل الى الوجه الاعلى وانا اعلم ما مقدار العزم المزدوج للقوتين بي وماينس بي، عندي الناتج مالي. بس شنو هو ما عندي؟ الزاويه اللي ميلا بها ذني القوتين بي وماينس بي. حتى قيمه هن البي والماينس بي عندي 400 معطاه بالسؤال، بس الزاويه هو الزاويه ثيتا، الزاويه الملائمه لهذا الشيء، شلون اطلعها؟ او الزاويه المقابله لهذا الشيء. فراح اقول القوة بي وماينس بي تنتج لي عزم ايضا اتجاهها معاكس، اتجاه دورانها معاكس لاتجاه دوران عقرب الساعة. زين. فاقدر اقول العزم مالي يساوي اخذ قوه من ذني القوتين بي مثلا، هاي وحده من عندي قيمتها 400، في الذراع العمودي بين خطي فعلين القوتين. شوف هذا خط فعل القوه بي وهذا خط فعل القوه بي الاخرى، يعني هاي البي وهاي الماينس بي. شوف المسافه العموديه بيناتهم شنو هي؟ الدي. المسافه العموديه بيناتهم شنو هي؟ الدي. انا الدي ما عندي، عندي الأربعين اللي هي المسافة لطول ضلع المربع. فإما أقول البي كوساين ثيتا وهاي البي كوساين ثيتا، يعني أضرب كل وحدة من ذني البي في، يعني في كوساين ثيتا راح يصير عندي قوتين متوازيتين والدي العمودي بيناتهم يا هو 40، يعني كأنما هاي القوة أطبقها على هذا الضلع وهاي القوة بي أطبقها على هذا الضلع، فيصير قوة على هذا الضلع وقوة معاكسة على هذا الضلع، المسافة العمودية شو راح تكون؟ 40 ملم اللي هي طول ضلع المربع. مفهوم؟ فش أقول؟ أقول آخذ وحدة من هن القوتين من الكبر حتى أطلعها العزم، أقول بي كوساين ثيتا، هاي يعني 400 كوساين ثيتا، المسافة العمودية بين هاي وهاي راح تصير قد 40، إذا أقول 400 كوساين ثيتا في 4. وهذا شو يساوي لي؟ يساوي لي نفس قيمة العزم المزدوج الأسفل اللي طلع ده قبل شوي 10 نيوتن متر، وبهالحالة راح يكون صار عندي معادلة واحدة بها مجهول واحد هو الثيتا كوساين ثيتا، وبالتالي ثيتا. مفهوم آخر شو أقول؟ أقول لا، أنا أخلي البي نفس الخط الاتجاه مائله، لكن اطلع المسافه دي. شلون اطلع المسافه دي؟ المسافه دي بما انه المسافه العموديه هاي نفسها طول الضلع، شوفها منا لهنا، شوي خليني اكبر الرسم حتى تفهمه. شوف هاي المسافه منا لهنا، هاي المسافه هي نفسها طول الضلع، بينما المسافه الارضيه هي دي بين خطي فعلين القوتين بي وماينس بي. اذا ضربت هاي المسافه
في كوساين الزاوية ثيتا ايش راح احصل؟ راح احصل الضلع دي. مو المجاور شو يساوي؟ الدي مجاور لهذا المثلث الصغير. شو هذا المثلث الصغير؟ الدي شنو هو؟ مجاور. شو يساوي المجاور؟ الوتر في كوساين الزاوية. مو لو لا؟ مو المجاور مو صح لو لا؟ فإذا 40 هذا شوف هذا المثلث هذا الوتر ماله وهذا المجاور ماله. المجاور مال هذا المثلث هو المسافة العمودية بين خطي فعلين القوتين P و. فإذا شو أقول؟ أقول آخذ واحدة من القوتين P أقول 400 في هاي المسافة اللي هو الوتر 40 في كوساين الزاوية ثيتا. مثل ما تلاحظ هو كيف تريد تاخذ المركبه الافقيه للبي وتضربها بال40؟ لا تريد تخلي البي مثل ما هي، تاخذ البي وتاخذ الضلع الوتر وتضربه كوساين مثل ما هو بالكتاب سابقا. وهذه الام هسه الناتجه هي نفسها قيمه الام الاسفل، قيمه العزم اللي طلعناها قبل شوي 10 نيوتن. فايش راح اقول؟ اقول ام تساوي 40 في بوينت او 4 لان حولناها بالمتر في كوساين ثيتا. الام اشيلها اخلي مكانها 10 نيوتن متر، اصبح عندي معادله مجهول بها بس فقط الكوساين ثيتا. اطلع قيمه الكوساين ثيتا من المعادله، اطلع الكوساين انفرس مالته، اطلع الكوساين انفرس مالته راح يطلع لي الزاويه 51.3 وهو الجواب. هذا مثال بسيط وجيد يعني حول نقل العزم المزدوج من وجه إلى آخر أو من مستوي إلى آخر. الآن راح نأخذ مثال على قوة عزم مزدوج، نظام قوة عزم مزدوج Force Couple System أو Equivalent Force System. كيف؟ لاحظ هذا الذراع هذا، شوفه الليفر هذا، شوف الليفر هذا، هذا الذراع هذا المركز ماله او، هذا الذراع مائل بزاوية 60 عن محور الاكس، 60 عن محور الاكس هذا الشكل ماله. طول الذراع هذا 200 ملم وتؤثر عليه قوة افقية قيمتها 400 نيوتن بهذا الشكل متجه الى الاكس السالم مثل ما هو امامك. خل نقرا، يقول ريبليس ذا هورزونتال 400 نيوتن فورس، استبدل القوه الافقيه اللي قيمتها 400 نيوتن acting on the lever المسلطه على الذراع او هاي العتله by an equivalent system بنظام مكافئ consisting يتكون of a force من قوة at O في نقطة O and a couple وعزم مزدوج. أي استبدل القوة الأفقية 400 نيوتن المسلطة على نهاية هذا الذراع بقوة مسلطة على نقطة O وعزم مزدوج. هذا هو، هذا هو السؤال. الآن شلون نحل هذا؟ تطبيق مباشر، إذا نرجع تطبيق مباشر إلى هذا الشكل اللي شرحنا عليه فورس كابل سيستم. بتلاحظ هذا الشكل أمامك هو تطبيق مباشر، هذا المثال اللي هو مثال 2.8 تطبيق مباشر على عملية أو نظام الفورس كابل سيستم شرحنا. هسه لاحظوا وياي، يعني انتبه لي على الرسم، بس هسه عوف هاي الامور، انتبه لي على الرسم. نفترض انه هاي القوه 400 وهاي النقطه او. اذا اجيت لنقطه او خليت 400 بنفس اتجاه القوه الفوق و400 معاكسه الها على نفس النقطه او، هذا ايش راح يمثل لي؟ راح يمثل لي ان ال 400 اللي بنهايه الليفر وال 400 اللي بقاعدته هاي وهاي كلاهما قوتين متوازيتين
متساويتين متعاكستين بالاتجاه، ليست على خط فعل واحد، مما ينتج عن عزم، ينطبق على تعريف العزم. فإذا ممكن أن أستبدل الأربعمية هاي الفوق والأربعمية هاي الجوة، لحظة، أستبدلهم بعزم مزدوج ناتج من ضرب إحدى ذني القوتين بالمسافة العمودية بين خطي الفعلين للقوة 400 الفوق والقوة 400 اللي تمر بهم، بينما تبقى القوة اللي ضفتها على الأو بالاتجاه السالب بمكانها. فتحول هذا الشكل من قوة ما قوة أفقية في نهاية الذراع إلى قوة أفقية في قاعدة الذراع وعزم المزدوج. هذا المفهوم اللي راح نسويه. هسه خلينا نجي. طبعا الزاوية 60، فإذا كانت هاي القوة الأفقية بهالشكل وهاي القوة الأفقية بهالشكل، هذا ذراع طوله 200 ملم، إذا أريد أحوله للمتر يصير 0.2 متر، مو؟ فإذا المسافة العمودية شلون أطلعها؟ مجرد هاي الوتر أضربه بساين الزاوية 60، شو يصير؟ يصير المقابل، الذراع المقابل، مو لولا؟ مو إذا كان هذا مثلث، شوفه، تخيل إنه هذا خط مثلث، شوفه، تخيل إنه هذا الذراع، هذا الذراع المقابل للمثلث، هذا الضلع المقابل للمثلث، شوفه، وهذا الوتر، تلاحظ هذا الوتر، فشو أطلع الضلع المقابل؟ أقول 200 في ساين الزاوية 60، حتى أطلع الضلع المقابل اللي يمثل لي شنو هذا العمودي، هذا يمثل المسافة العمودية، المسافة العمودية بين الأربعمية هذه وبين الأربعمية هذه، واضح؟ فإذا إيش قد المسافة العمودية بين خطي فعلين القوتين اللتين تشكلان العزم المزدوج؟ هو 0.2 متر في ساين 60. فلذلك صار الاف دي هو شنو؟ الام يساوي اف دي، ام يساوي 400 هي الاف، والدي هي 0.2 في ساين 60، وبالنتيجه راح يطلع 69.3 نيوتن متر، هو هذا قيمه العزم المزدوج. اجي ارسمه هنا، شوفه هذا، شوفه، واتجاهها مثل ما تلاحظ طبق على اليد اليمنى راح يكون عكس عقرب، اتجاه عقارب دوران عقرب الساعة، والقوة الأربعمية الإكوفلنت بقت جوة بالأو، وهذا عكس، فتحولت قوة 400 على نهاية الذراع الليفر إلى قوة 400 في قاعدة الذراع الليفر وعزم مزدوج قيمته 69.3 نيوتن متر. طبعا مطلوب منكم ان تحلون المسائل كواجب، المسائل 2.59 إلى 2.60 و2.62 إلى 2.63 و2.65 إلى 2.67 و2.161 كواجب، وارجو الاهتمام بالواجب. اكو بعض الطلاب جاي يرسلون الواجب، واكو عدد من الطلاب ما يرسلون الواجب، وهم ما يعرفون انه انا ايضا اقيم على الواجب. الطالب يرسل الواجب اعطي تقييم افضل، زين اعطي تقييم، لان الواجب الى درجه، انت من تدز لي واجب اعطيك درجه، من ما تدز لي واجب درجتك على الواجب صارت صفر، مفهوم؟ وهي تشكل جزء طبعا من تقييمك، فليش تضيعها؟ حل ودز لي اياه، سوي شيء بي دي اف، سوي وورد، شو تسوي ودز لي اياه مثل ما يسوون زملاء. وشكرا.